ايه الحد دوب تبدأ عمل حج مع جون ويك وهو في مغبأ بيزرمينج وكان بيتدرب على القتال وبيدخل عليه بولي كينج وبيسأله اذا كان هو جاهز ولا لأ. جون ساعتها بيقوله ان هو جاهز وبعدها بيظهر جون ويك في الصحراء المغربية بيكون ساعتها على حصان وفي مطاردة ما بينه مع تلات اشخاص كده لابسين زي العرب زينا اكيد يعني في المغرب اكيد هيبقى العربي يعني صباح الفل يعني. المهم بالصحاب بيحاولوا بعد كده ان هم يهربوا من جون ولكنه بيكون مكمل وراهم لغاية لما بيقدر ان هو يموتهم كلهم واحد ورا التاني ورا التالت. وفي النهاية بيلاقي نفسه وصل لرئيس المجلس والأول ولما شاف جون ساله عن انت موجود هنا ليه اصلا مؤاخذة في الكلمه يعني. فقال له ساعتها جون ان هو جاي عشان ينفذ عهده وياخد حريته بس يرد عليه الرئيس ان العهد اللي هو قطعه قبل كده مع الرئيس المجلس السابق لسه موجود ومش هينتهي غير بموته هو كمان. والرئيس ساعتها كمل وقال له ان هو لو جاي عشان يموته وفاكر ان الموضوع هينتهي كده يبقى غلطان انت تبقى غلطان يا عم جون وان انت قطعت رحله كده بدون داعي. فساعتها جون قام وقال ان مفيش اي شيء بدون داعي وقام جاي قتل الرئيس من المجلس. يا نهار السحومه الجون ده عنيف قوي. المهم بالصحاب بيتغير بعد كده المشهد في فندق كونتيننتال ده مش عارف انا ليه الاسم ابن الوحشه ده. المهم بالصحاب هناك بيدخل رسول ما تفهمش غلط برسول ليه هو مرسال يعني. المهم ان ده بالصحاب من المركز وبيطلب ساعتها من شارون ان هو يدخل ويقابل وينستون المدير ولما بيدخل عشان يقابله بيبلغه ان هو معاه رساله من الماركس فينسنت من عيله جرامونت وفيها تم ادانه الفندق وادارته بسبب مساعدتهم لشخص مطرود وكان قصدهم ساعتها على عمنا جون ويك. وطلع ساعتها الرسول ده ساعه رمليه وقال لهم انه قدامهم مهله ساعه وسابهم ساعتها وخرج. ولما سال شارون وينستون على موجود في الرساله رد ساعتها وينستون وانها رساله موقعه من اعضاء المجلس ال12 وبيفوضوا فيها المركز وهو ده الصحاب اللي بيخليه خصم وحكم في نفس الوقت. وطلب ساعتها وينستون من شارون ان هو يخلي الفندق بعدها وتحركوا بعد كده هم الاثنين عشان يقابلوا المركز. واول لما وصلوا المكان المقابله قابلوا مساعد المركز واللي خدهم ودخلهم هناك ما تفهمليش غلط بخدهم ودخلهم دول في رمضان يا ولا. المهم بالصحاب اول لما دخلوا شافوا الساعه الرمليه اللي المهله كانت محدده فيها ورحب بقى ساعتها بيهم المركز في البدايه وبعدها سال وينستون لو كان بيحترم القواعد ولا لا. يعني رد ساعتها وينستون انا بحترم القواعد اكيد وفي نفس الوقت بؤمن بوجود فرصه تانية يعني لما اوصف الكلمه يعني انت لو تديني فرصه تانية انا كنت شكل افضل حضرتك يعني. وقال له ساعتها ان في ناس في المجلس بتتهم نيويورك وفي ناس بتنفي اللي بيحصل بسبب عمنا جون ويك. بيرد عليه ساعتها وينستون وان هو موت جون ويك وضرب عليه نار ولكن المركز بيقول له ان جون ويك لسه عايش وبيموت اي حد يقف قدامه. شارون ساعتها بيدخل في الحوار وطلب الاذن من المركز واداله الاذن وبدا ان هو يشرح. شارون بدا ان هو يشرح ان وجود الكونتيننتال مهم جدا عشان يفكروا باهميه القواعد وكان ساعتها هيكمل بان موضوع جون ويك ملوش اي علاقه بيهم ولكن الماركس بيتعصب وبيقاطعه وبيوجه كلامه لوينستون وبيقول له اللي بيعمله جون دلوقتي ده انعكاس لفشلك في حل مشكله وان ساعه الرمليه دي انعكاس لصبر الماركس على وينستون. ومرت لحظات على سقوط جميع الرمله اللي كانت في الساعه الرمليه ومع اخر حبايه نزلت انفجر الكونتيننتال بحاله. اتكلم ساعتها الماركس بان وينستون دلوقتي تجرد من كل صلاحياته ودلوقتي ما بقاش في اي حاجه لخدمه شارون وقام جاي مطلع مسدس وموت شارون. طب انا مالي يا ليمبي انا عملت ايه؟ طب مفيش حاجه مفيش لازمه لخدمتي اروح انا بيتنا تموتني ليه طيب؟ فاجئ ساعتها بالصحاب وينستون باللي حصل ده ونزل على ركبه عشان يطمن على شارون اللي مات ده خلاص وقال له ساعتها ان هو اتشرف ان هو اشتغل معاه. وخرج بعد كده المركز بعدها من المكتب وقال للمساعده بتاعته ان هو عاوز يقابل كين. كين ده بالصحاب بقى هو قاتل برضه ولكنه اعمى مسالنيش ازاي يعني. المهم بالصحاب ان هو كان من عملاء المجلس وكان قاعد في حديقه بيسمع الموسيقى اللي بتعزفها له بنته لحد ما بيجي حد وبياخده للمركز واول لما بيدخل بيعرض عليه مركز ان هو يديله حياه جديده مقابل خدمه هيقدمها للمجلس بس هو كان هيرفض وبيقول له ساعتها ان هو تقاعد وخلاص بقى بالصحاب انا نسيت كل الكلام ده. وهنا بالصحاب المركز بيبدا ان هو يهدده ببنته وان هو عارف انها موجوده وخيره ساعتها بين ان هو يساعدهم يا اما حياه بنته هتنتهي. المهم الصحاب بيوافق بعد كده كين يساعدهم وخد الكارت اللي اتقدم له وكان مكتوب بطريقه برايل والطريقه اللي بيقروا بيها المكفوفين وبدا يحسب الحروف ومن قبل ما يكمل عرف ان المقصود هو جون ويك. فقال له ساعتها ماركز ان هو عارف ان جوك كان صديقه. رد كين وقال له ان ده كان من زمان قوي قبل ما تقاعد. فبيساله ساعتها ماركز لو كان يعرف مكانه فبيرد كين ان جون مش بيصغر في ناس قليله قوي وبيوافق ساعتها كين على المهمه وبيقول ان هو دايما كان خادم مخلص للمجلس. يا عليك يا واد يا كين. بيتغير بعد كده المشهد على فندق اوساكا واكيرا كانت بتتكلم مع كوجي ابوها وبتقول له على مواعيده وبتفكره بميعاد العشاء اللي بينهم بس هو كان فاكر وبيحس انها قلقانه يعني كده فبيسالها مالك يا بنتي كده في ايه يعني. فبتقول له ان هم عزلوا وينستون وفجروا الفندق بتاعه وانها خايفه لا يكون الدور عليهم ولا حاجه. ولما بيسالها طب ايه سبب الخوف يعني فبتقول له بسبب ان هم تعاونوا مع جون ويك وان هو مطرود والمجلس مش هينسى حاجه زي كده. فبيرد كوجي بان جون ده هو صديقه من زمان وما ينفعش ان هو يتخلى عنه في الوقت اللي هو محتاجه فيه. فتتعصب ساعتها اكيرا وبتمشي وبيكمل كوجي طريقه وهو بيتابع رجالته لغايه لما بيوصل لسطح الفندق.
الفندق وبيطلب من الحراس انهم يستنوا بره. وهناك جون وين بيكون مستنيه، واول لما بيشوفه بيقول له ان قتل رئيس المجلس ده كان غلطه، ورد المجلس كان تنبين فندق الكونتيننتال كامل. فساله ساعتها جون عن وينستون فقال له ان هو بخير ولكنهم قتلوا شارون كدرس ليه يعني. بعدها بيساله كوجي امتى هيفضل كده، امتى قد حد، امتى هتفضل كده، يلا طلع مين امي معاك، وخصوصا ان انا عارف ان المجلس مش هيسكت. جون ساعتها ما لقاش رد مناسب فاعتذر لكوجي، لو كنت انا يعني انا اسف يعني ليك لو انا السبب في اي مشاكل بتحصل لك. فبيقول له ساعتها ان هم اصحاب ولازم يساعدوا بعض. وبيكمل جون كلامه بانه هيخلص الموضوع ده كله بانه هو يموت كل اعضاء المجلس. وبيرد عليه كوجي بان ما فيش حد يقدر يموت الناس كلها يا جون، انت اي نعم جون ويك اه بس مش للدرجه دي يعني، ولا والله هو للدرجه دي يا عم كوجي. في الوقت ده بالصحاب كان وصل مندوب من المجلس ومعهم حرس وانتشروا في الفندق كله، وطلبوا من اكيرا ان هم يقابلوا مدير الفندق فتقول لهم ان هم يستريحوا لغايه لما تبلغوا. وبتجري ساعتها اكيرا وبتقطع كلام ابوها مع جون وبتبلغه ان الحرس بتاع المجلس منتشرين في كل مكان، وبيطلب منها ابوها انها تفضل مع جون وهو هيتصرف. بعد ده بيتحرك وبيبلغ كل رجالته ان هم يستعدوا لاي هجوم يحصل. وبينزل كوجي وبيقابل مندوب المجلس وبيساله يقدر يساعده في ايه. بيرد عليه المندوب بان هم محتاجين يفتشوا الفندق عشان يتاكدوا ان هم مش بيقدموا خدمات لجون المطرود. وبيوافق كوجي ساعتها بس بيطلب منهم ان هم يسلموا اسلحتهم عشان اعمال القتل ممنوع في الفندق ده، قبل جاي فندق للقتله يعني لازم اي فندق للقتله يبقى ممنوع فيه القتل، امال هو للقتله ازاي ما تسالنيش. ولكن ابو الصحاب المندوب بيرفض الموضوع ده وبيقول له ان هم هنا باسم المركز ولو وقف في طريقهم هيكون مصيره زي ما حصل مع وينستون كده. ولكن فضل كوجي مصر على طلبه. هنا بيظهر كين وبيتهاجئ كوجي لما بيشوفه وبيقول له ان هو مبسوط ان هو لسه عايش، وبيساله عن بنته مايا فبيطمنوا عليها وبيقولوا انها بخير. بعد كده بيحذر كوجي من ان هو يقف في وش المجلس، وهنا شيدي بيتعصب وبيقول ان الفندق اتجرد من صلاحياته وبيأمر حرس ان هم يفتشوا المكان. فبينادي كوجي على جنوده اللي خرجوا ساعتها بالاقواس والسيوف، تفهمش هيحاربوهم ازاي هنا بالصحاب. المهم هم كانوا دلوقتي محوطين حراس المنظمه كلها وابتدى ما بينهم معركه ما حدش بيطلع منها منتصر. بيفضل بعد كده كوجي والمندوب في وش بعض وهم رافعين المسدسات، وبيفتكر كوجي ان هو حوط المندوب، بس بيدخل ساعتها حراس المجلس باعداد كبيره جدا وبينسحب ساعتها كوجي واللي معاه. وبتعرف اكيرا وخبر الهجوم على الفندق وبتجهز نفسها وبتقول لجون ان هم لازم يدافعوا عن الفندق، وجون ساعتها كانه كان مستني عارف انت انا اموت في القتل زي عينيا، وطلع ساعتها سلاحه وبدا ان هو يضرب في حراس المجلس كلهم بدون رحمه، مع ان جون كان بقاله مده ما دخلش في اي معركه يعني ولكنه ما فقدش مهاراته تماما. وهنا بيتحرك بخفه وبيموت الحراس اللي حواليه في كل مكان. واكيرا ساعتها هي كمان كانت بسم الله ما شاء الله البت جامده فشخ في القتال ابو الصحام، البت بسم الله ما شاء الله لا بتستخدم القوس ايه ولا كابنها يعني مش عارف مين بيستخدم القوس حلو يعني اقول مين كان سوبا ده ولا ايه ما علينا. المهم ابو الصحاب على الناحيه الثانيه كان كوجي بيوقف الحراس وبيتحرك عشان يقرب من اكيرا، وحراس كوجي كانوا قادرين ان هم بسم الله ما شاء الله عليهم يصدوا هجوم حراس المجلس بكل سهوله. بعد كده ابو الصحاب بص شدي حواليه لقى كين قاعد على جنبه بيتسحر باين تقريبا يعني، فبيمر ان هو يقوم بالشغل اللي هو متكلم بيه. فبيقوم ساعتها عم كينو بيضرب على الشخصين اللي بيلاقيهم في وشه، ولما بيقرب منهم بيقدر ان هو يغلبهم. بعد كده بيظهر قدامه تلات اشخاص تانيين، بس كين ساعتها بيوطي بسرعه وبيستخبى منهم، متفهمش هو هتحسه شايفهم اساسا. المهم الصحاب بعد كده بيطلع بعد ما استخبى وبيضرب عليهم نار، وبيخرج بعد كده كين جهاز انذار وبيلزقه على الحيطه، وكل حته بيتحرك فيها بيلزق فيها جهاز. بعد كده بيفضل مكانه وبيطلع سلاحه وبيستنى وبيقرب حراس كوجي وبيعمل جهاز الانذار صوت، فبيقدر ساعتها كين ان هو يحدد مكانهم يعني دماغ جامده فشخ، وبيضرب عليهم ساعتها نار. بعد كده بيقوم عشان تبدا خناقه ما بينهم، وكان بالرغم ان هو كفيف الا انه فشخهم حرفيا. المهم الصحاب كمل بعد كده طريقه، وعند جون اتصابت اكيرا بعد لما قدرت تموت راجل ضخم جدا يعني. وفي الوقت ده كان وصل كوجي وجه عشان يساعد بنته وطلب من جون ان هو يهرب، ولما رفض جون قال له ان هو يسمع كلامه ويساعده بان هو يموت اكبر قدر ممكن من الجنود وهو خارج. جون طبعا ابو الصحاب ما كدبش خبر واتحرك في طريقه، كان بيموت اي حارس يجي في طريقه، وما كانش بقى فارق معاه لابس درع مش لابس درع، ان شاء الله بيطير خرابسه وهيقتله برضه. ولما خلص الذخيره بتاعت عمك جون مسك النينجاك وبدا ان هو يضرب في كل اللي قدامه. وبعد لما خلص عمك جون ومع اخر واحد وقع جون على الارض من كتر التعب، ولكنه قام تاني بسم الله ما شاء الله، تحس ان هو اخد هيل كده ابو الصحاب وقدر ان هو يهرب. ولكن وهو خارج كان كين وصل ومعاه المسدس بتاعه، وفهم جون ان هو جاي عشان يموته، وكين طبعا ما سابلوش اي فرصه وبدا ان هو يضرب عليه نار. فهرب ساعتها جون من قدام كين واخد النينجاك والمسدس وقال لكين ان هو هيموته، وخرج تاني ساعتها وبدا يضرب في كين ووقعه على الارض. ولكن ابو الصحاب كين قام وكان بيصد ضربات جون وفي نفس الوقت بيضرب عليه نار. بيبعدوا بعد كده الاثنين ويشوفوا اسلحتهم، وكان هما الاثنين اساسا خلصوا كل الذخيره اللي معاهم. فخرج ساعتها كين وكان معاه سيف وهو بيدور على جون، لغايه لما بيقبض في جثه وبيلاقي سلاح جنبها، فبياخد ساعتها السلاح وبيبدا ان هو يضرب على جون. ولكن جون بيتفادى الضربات، بيقرب بعد كده منه كين وبيحاول يموته بالسيف بعد لما بيقدر يوقعه في الارض. في الوقت ده بيظهر متعقب، واللي بيضرب نار على كين وبيقدر جون ان هو يهرب. ولما بيخرج بيلاقي المتعقب في وشه وبيقول له ان الثمن المعروض على حياته بيزيد، بس هو مش هيموته دلوقتي يعني
يعني استنى لما السعر يزيد حبه كده وبعد كده بموتك. هو بيسيبه بعد كده جون وبيمشي. وفي الوقت ده الصحاب في الفندق كان كوجي بيتحرك ببنته عشان يقدر يوقف النزيف بتاعها، ولكن لقى كين مستنيه فساله كين عن مكان جون ووعده بان هو بعدها هيسيبه يمشي. بس كوجي قعد بنته اللي شافت ان هو كمان مصاب بس هو طمنها عليه. وبعد كده تقدم كوجي وهو معاه سيفكو هو كمان وفي وشه كان كين وقال له ان هو مش هيقول له على اي معلومات تخص جون، وما سابوش ساعتها اي فرصه لبعض هما الاثنين وبدات معركه بالسيوف. واللي بالرغم من ان هو بسم الله ما شاء الله الواد كين ما كانش بيشوف الا ان هو قدر يجرح كوجي. وبعد كده بالصحاب كين سابه وكان هيمشي، بس كوجي كان مصمم على القتال لحد لما بيقدر كين ان هو يموته. الوجه الاعمى بس نينجا تحس ان ده ليه سن في نفسه، في ايه يا عم الحاج، امال لو ما كنتش اعمى كنت عملت فينا ايه. المهم بالصحاب بتتحرك بعد كده اكيرا عشان تشوف ابوها اللي بتلاقيه خلاص مات اساسا، وكانت ساعتها هتاخد السيف عشان تنتقم له، بس كين حذرها وطلب منها تمشي من المكان ومشيت فعلا وسابت كين اللي تاثر جدا لان هو قتل صاحبه. وبيوصل بعد كده جون ويك للمترو. بعد لما بيركب المترو بيقابل اكيرا واللي بتلومه في موت ابوها وبتطلب منه ان هو ينتقم من كين وبيطمنها جون. وفي نفس الوقت في نيويورك كان وينستون واقف قدام الكونتيننتال اللي خلاص انفجر اساسا. وبيوصل بعد كده بوري كينج في الميعاد اللي كانوا متفقين فيه وبيساله بوري اذا كان يقدر يساعده، فبيطلب ساعتها وينستون ان هو يشوف جون، ولكن بوري بيحذره عشان هو اخر مره ضرب عليه نار وكان هيموته. يعني ماشي في الكلمه، انت اخر مره كنت هتموت الراجل، انت دلوقتي لو شفته هيعمل فيك اكيد هيعوضك من فخادك. ولكن ابو الصحاب وينستون اصر على طلبه ده وان هو لازم يفهم جون ايه اللي هو داخل عليه بعدها. وينستون بعد كده ابو الصحاب كان بيزور قبر شارون وكان مستني جون عشان يجي يقابله. وبيوصل جون في الميعاد وبيعزي وينستون في موت شارون، وبعدها بيطلع علامه من جيبه وبيساله ساعتها وينستون تخص مين، فبيقول له انها بتاعت المركز من عيد جرامونتو، هو المسؤول عن المجلس دلوقتي عشان هو الوحيد اللي قدم ضمانات بقتل جون. فساله ساعتها جون عن مكانه وقال له وينستون ان هو هيلاقيه في باريس. وتحرك جون ولكن وقفه وينستون واللي كان عارف ان هو رايح عشان يقتل المركز. وبيطلب ساعتها من جون ان هو يعمل كده بس بطريقه ذكيه، فساله جون انت ازاي يعني ده، فرد عليه وينستون بان هو يتحداه في مباراه فرديه ووقتها هيقدر ان هو ياخد حريته. وقال له ساعتها جون اللي يقدر يعمل كده هم عيلته روسكا روما، وعيلته بالصحاب قطعت علاقته بيهم من زمان. فبيقول له ان هو لازم يروح ويحاول معاهم تاني ويقنعهم بان هو يمثلهم في المباراه دي. فبيروح بعد كده جون لبرلين عشان يقابل افراد عيلته. اول لما بيدخل مقرهم بيطلب من الكاهن ان هو يقابل عم بيتر، وبعد كده بيطلع الكاهن بندقيه وبيضرب عمنا جون بس من غير ما يتصاب ولا اي حاجه بيغمن عليه. بره ابو الصحاب كان متعقب عرف مكان جون واتصل بالمركز عشان يبلغه ويطلب ساعتها منه فلوس مقابل المعلومات، بس المركز بيقول له ان هو يقتل جون ووقتها ياخد فلوسه بالفوائد كمان. بيفوق ساعتها جون وبيلاقي نفسه مربوط بحبل من رقبته، وبتدخل ساعتها كاتيو وبتسال جون عن اللي جابه هنا وبيقول لها ان هو محتاج لمساعدتهم ولكنها بترفض، وبتقول له ان هو كان السبب في ان المركز يقتل ابوها وتخضع هي كمان للمركز، وكانت ساعتها بتشاور الحرس عشان يشدوا الحبل اكتر. فيقول لها ساعتها جون ان هي دي فرصه ينتقموا من عدو مشترك هما الاثنين، ولما بتساله ازاي بيقول لها عن طريق مبارزه. بعد كده بيجي الكاهن وبيقول ان كلام جون صح جدا، بس في الاول لازم ينضم للعيله تاني عشان تقدم الطلب بالنيابه عنه، وبترد ساعتها عليه كاتيا انه يقتل شخص مقابل انضمامه للعيله تاني. وبيوافق ساعتها جون وبيسالها مين الشخص ده، فتقول له ان اسمها كيلا وان كلاوس هياخده يوصله على هناك. وبيوصل جون لمكان كيلا وبيسلم كلاوس الجواب اللي معاه لكيلا، واللي اول ما قراه ضحك وقال لجون ان عيلته بيسلموه عشان مش عاوزين مشاكل. واثناء كلامهم بيظهر كين واللي بيقول لجون ان هو كان مستنيه من بدري. بعد كده بيدخل الحرس معاهم المتعقب بيكون معاه سلاح، ولما بيساله كيلا عن سبب وجوده فبيقول ان هو موجود عشان يقتل جون، وبيتحمس ساعتها كيلا للموقف وان هو كل واحد عاوز يموت التاني. وبيقترح ساعتها عليهم ان هم يلعبوا كوتشينه والخسران هو اللي هيموت. بيوافقوا بعد كده كلهم وبيبدا كيلا ان هو يوزع الورق، وبيظهر كل واحد الورق اللي معاه. وهنا كيلا ضحك لما كشف الورق عشان كانوا خمسه متشابهين، وجون ساعتها مش بيستنى هم يموتوه. وبيبدا جون في الهجوم على كيلا وبيضربه في رقبته، بس كيلا بيهرب والمتعاقبين ساعتها بيضربوا في الحراس بتوع كيلا واللي ممكن تعطل في جون. وجون ساعتها بيطارد كيلا في المكان كله وبيضرب عليه نار لغايه لما بيوصل له، وكيلا ما كانش سهل يعني، هو كمان يعني كان قادر ان هو يصد ضربات جون. وبدا ساعتها هو بالهجوم ووقع جون وكان بيسحبه من الجرافطه بتاعته، ولما وقف جون ضربه كيلا برجله ووقع على الدور اللي تحته. وجون ساعتها ما كانش في وعيه اساسا وقام وهو تعبان، بس قدر ان هو يضرب كل مساعدين كيلا لغايه لما بينزل له كيلا وبيكمل ضرب في جون وبيوقفه وبيزنقه في الحيطه. ما تفهميش غلط يا اسطى، بيزنقه في الحيطه وبيحاول ان هو يخنقه، ولكن جون بيقدر ان هو يتخلص منه بيبدا ان هو يضربه وبيوقعه على الارض. وبيكمل ساعتها ضربه وهو مش في وعيه بمنتهى الشراسه. ما انا مش فاهم، انا انت كده مش في وعيك، امال كنت في وعيك كنت عملت فيه ايه؟ ولكن ابو الصحاب بيمنعوا حراس كيلا اللي بيهجموا على جون، فبيسيبهم ساعتها كيلا عشان يقدر ان هو يخلص منهم في الوقت ده. كيلا قام وحاول ان هو يهرب، بس جون على ساعتها شافه وراح وراه. وقف بعد كده كيلا على بدايه السلم وقال لجون ان هو هيقتله في يوم من الايام، وجون طبعا ما سابوش في حال امه وضربه ساعتها برجله ووقع كيلا من على السلم ونزل ميت. وخد جون بعد كده سنه دهب من بق كيلا عشان تكون اثبات على موته قدام كيلا. في وقتها كان المتعقب بيجهز سلاحه عشان يموت جون، وكيد ساعتها بيمنعه بيقول ان مفيش حد هيموت جون غيره هو. وكيتيا ساعتها اول لما شافت السنه بدات تقوس عوده جون لعائله روسكا روما. وبعد اتمام الطقوس والانضمام بعتت العيله رساله مع وينستون للمركز في باريس، ولما وصل وينستون بلغ
بلغ المركز ان جون بيطلب منه التحدي في مباراه فرديه وبيدعمه في كده عائله روسكا روما، وبيقدم ساعتها وثائق الانضمام بتاعه جون للعيله من جديد، وبيساله ساعتها مركز ايه الشروط اللي طلبها جون. بيرد وينستون بانه طلب شروط فيكتوريا واللي بتسمح بعفو كامل واطلاق للحريه في حاله الفوز، وزود ساعتها وينستون عليها ان لو جون فاز هيرجع لمكانته وملكيته للفندق ومصاريف ترميم الفندق هتكون على المجلس. بيوافق بعد كده مركز وبيحدد ميعاد عشان يتفاوض مع جون، فبيشكره ساعتها وينستون وبيمشي. وقبل ما يمشي بيوجه له المركز كلامه وبيقول له ان دي هتكون نهايته لو جون مات. وبيوصل بعد كده جون لمكان التفاوض وبيوري ساعتها هيربنجر الحكم علامه رجوعه للعيله، وبيقعد بعد كده جون على ترابيزه المفاوضات مع المركز وبيطلب ساعتها منهم هيربنجر ان هم يحددوا الميعاد. فبيقول ساعتها المركز شروق الشمس هيكون الميعاد، وبالنسبه للمكان اختار جون سكاركول المقدس. وبالنسبه للاسلحه اتفقوا هما الاثنين على المسدسات، وكانت قوانين التحدي هما انهم هيقفوا على بعد 30 خطوه من بعض وهيضربوا على بعض، ولو فضلوا هما الاثنين عايشين يقربوا 10 خطوات ويفضلوا هكذا لحد لما يفضل واحد بس هو اللي عايش. بعدها بيطلب هيربنجر ترشيحات، فبيرشح المركز كين عشان يحل محله، وجون مش بيلاقي حد ويفكرهم ساعتها هيربنجر الشروط وهي العفو الكامل بالاضافه لتجديد الكونتيننتال، واللي هيتاخر عن الميعاد هيعتبر منسحب وهيطبق عليه الاعدام الفوري. وقام ساعتها جون عشان يمشي وبيجهز نفسه، ولكن كين هنا اعترض ان هو يمثل المركز وقال ان هو لازم هو اللي يخوض معركته بنفسه. وبس المركز ساعتها قال له ان هو لو ساعده هيديله حريه هي وبنته، وما لقاش ساعتها كين مفر من ده. بعد كده الصحاب اتقابل جون وكين واتكلموا ان هما الاثنين زي بعض ملعونين بالقتل، وجون ساعتها قال لكين ان هو عنده سبب يعيش عشانه الا وهو بنته، فقال له ان هو كان حاول اكتر من مره ان هو يخرج من الحياه دي بس كل مره كان بيرجع تاني غصب عنه. فبيقول له جون انها هتكون اخر مره، وبعدها بيسيبه وبيروح جون لعنوان الدهول وينستون. ولما بيوصل وينستون للعنوان بيدي الورقه للبواب اللي بيفتح البوابه، وبينزل جون لمحطه المترو وبيقعد مستني المترو، ولما بيوصل بينزل منه بوري كينج ومعه وينستون وبيديله بوري بدله جديده ومسدس عشان يستخدمهم ويقدر بعد كده يوصل للمكان قبل شروق الشمس. واثناء ما جون بيجهز نفسه كانت لزقت الجائزه على قتله شغاله ووصلت 26 مليون دولار. ده انا لو اعرف الجائزه دي هروح اصنايب بجون ويك من بعيد. المهم بالصحاب، ودلوقتي اتفتح خط الاتصال المباشر وبيتابع تحركات جون عشان يمنعوه ان هو يوصل لمكان المبارزه، ومش عايزين ان هو يروح اصلا. المهم بالصحاب بيطلب جون من بوري ان هو يوصله لاقرب مكان، فبياخدهم ساعتها بوري وبيركبوا المركب بتاعته اللي تتحرك في انفاق تحت الارض. ولما بيوصل جون بيطلب من وينس ان هو يكتب على قبره لما يموت جون الزوج المحب. البابا جالكم والله جون، تخيل جون ويك اللي اتدغدغ ده يكتب على قبره جون الزوج المحب. يا عم اكتب انتم السابقون ونحن اللاحقون، اكتب ايه قرانيه بدل ما انت هتموت كافر كده. المهم الصحاب بعد كده بيطلع للشارع، وهم بيخرجوا بتبدا الاذاعه تبلغ بمكان جون في الدايره السادسه، ومش بيكمل جون خطوتين حرفيا وبيلاقي نفسه متحوط من كل ناحيه، فبيقرر يعدي الشارع ولكن القتله بيهجموا عليه وبيقدر جون يموتهم بكل سهوله. بس بتيجي عربيه بتخبط جون وبيكون سواقها قاتل اساسا، وبيحاول ان هو يموت جون بس جون بيقدر ان هو يخلص منه. ولما بينزل جون بتخبطه عربيه تانية في السكه كده، فبيقوم وبيضرب صاحبها. بيركب بعد كده جون عربيه وبيطردوا شيدي بعربيته، وبيروح جون ناحيه قوس النصر، وهناك بيلاقي نفسه متحوط من كل اتجاه حرفيا. بس جون ساعتها ما استسلمش وفضل يعدي بالعربيه ويضرب عليهم نار لغايه لما بتتقلب عربيته. بينزل بعد كده جون من العربيه وبيلاقي ثلاثه مستنيينه، بيضربوا ساعتها عليه نار بس بيستخدم مدنته كدرع واقي وفضل يضرب عليهم، وقدر ان هو يموتهم. ومش بيلحق جون ان هو يتحرك وبيلاقي شيدي بيخبطه بعربيته. يا عم انت مغبوط من ثلاث عربيات يا عم، ما حصلكش حاجه يخرب بيت امك، في ايه يا عم انت مش بتموت ولا ايه؟ المهم بعد كده بالصحاب بينزل يضرب عليه نار، وبتبدا الخناقه بينهم هما الاثنين في نص الشارع، وهما الاثنين بيضربوا على بعض نار. وفي وسط ده كله بيجي ناس تانيين بتحاول انها تموت جون، ولكنه بيقدر ان هو يموتهم. بيوصل بعد كده المتعاقب للمكان وبيرن على المركز عشان يساومه على ثمن اغلى، بس المركز ساعتها بيقفل السكه لانه كان شايف ان الوضع تحت السيطره وكده كده جون هيموت. ولكن ابو الصحاب جون ما كانش هيموت خالص، جون كان مسيطر على الوضع تماما، وكان في واحد ابو الصحاب بيحاول يموت جون ولكن المتعاقب بيموته وبيرجع يضرب نار على جون من تاني. بس جون ابو الصحاب بيتحرك ناحيته وبيزق على العربيه بتاعت شيدي واللي نزل منها هو كمان، وكان هيضرب نار على جون بس المتعاقب ساب الكلب بتاعه عشان يعض شيدي، واستغل جون الوقت ده واخد الموتوسيكل وهتك يا فكيك. اتحرك ساعتها من المكان، بس ابو الصحاب بيلاقي ان العربيات قفلت عليه كل الطرق، وبيسيب ساعتها الموتوسيكل يخبط في العربيه وبيدخل بيت مهجور. بيدخل بعد كده وراه المتعاقب وشيدي وكل القطر اللي بيسمعوا الراديو، وبيقدر جون كالعاده ان هو يفضل عايش ويموت كل الموجودين. والمتعاقب ابو الصحاب كان بيساعد جون وبيتصل بالمركز عشان يطلب منه 35 مليون دولار، وبعدها بيقفل المكالمه. والاخبار كانت بتوصل للمركز ان جون قدر ان هو يصمد لوحده ضد كل العالم دي كلها. يخرب بيت امك يا جون، ايه يا عم في ايه يا بقى؟ بالراحه يا بابا شويه، يخرب بيت انت ما بتموتش خالص كده، ايه يا عم ده فندام ده بقى؟ هم بعت ده المفروض ما كانش يتقال في الفيلم بعتلنا فندام، ده بعتلنا جون ويك، ايه يا عم في ايه؟ يخرب بيت امك، ايه يا عم؟ بالراحه بالراحه، ده انا وضهري وجعني من دلوقتي، انت بسم الله ما شاء الله ثلاث عربيات خابطينك واخد مليون طلقه ولسه صامد، ايه يا جدع؟ انت لو مصلي التراويح مش هتعمل كده، بالراحه يا عم. المهم بالصحاب زي ما انا قلت لك المركز عارف
الفنجون قدر يصمد لوحده، عشان كده اتصل بالمتعقب اللي طلب منه 40 مليون، واضطر ساعتها الماركز ان هو يوافق على العرض ده، وبيتبلغ ساعتها كل القطره ان الجائزه وصلت ل 40 مليون دولار. 40 مليون دولار يعملوا كام مصري ل 40 مليون دولار دول؟ المهم ابو الصحام زي ما انا قلت لك الباونتي وصلت على عروس حمك جون ويك ل 40 مليون دولار، وبدوا ساعتها قطر ان هم يزودوا شراستهم مع جون لغايه لما يوصل جون والمتعقب في وش بعض، ويبداوا ان هم يضربوا نار على بعض. بعدها بيمسكوا في بعض، وبيقدر جون ان هو يضربه، ولكن شيدي بيوصل في الوقت ده مسك الكلب بتاع المتعقب بيمسك فيه، فبيضربه ساعتها شيدي، وبيوجه المسدس بتاعه عشان يموت الكلب، بس جون ساعتها بيفتكر الكلب بتاعه اللي هو السبب في كل اللي احنا فيه ده. الكلب ابن الكلب ده هو السبب في كل اللي احنا فيه ده اساسا. الله يخرب بيت امه، ده كان كلب يا عم، جبته بكام الكلب ده؟ وديك ثمنه طيب، كل ده عشان كلب؟ يخرب بيت امك يا جون. المهم ابو الصحاب ساعتها جون لما يبص للكلب بيفتكر الكلب بتاعه، وبيضرب شيدي وبينقذ الكلب. بعدها بيهرب جون وبينط من الشباك وبيقع على الارض. بعد كده بيوصل جون للسلم الكبير اللي هيوديه لمكان المبارزه، ويبدا ان هو يطلع السلم، بس بيلاقي ان السلم مليان ناس عاوزه تموته، ومش بيقدر واخد ابو الصحاب مع جون اللي كان بيموتهم واحد ورا الثاني، وبيرميهم على السلم وهو مصمم طبعا ان هو يوصل نهايه السلم، فما كانش حد قادر ان هو يقف قدامه، لغايه لما بيوصل نهايه السلم وبيلاقي ساعتها شيدي في وشه وبيضربه برجله، فبيقع جون على السلم كلها من ثاني، وبيرجع لبدايه السلم من ثاني. وكان خلاص فاضل على ميعاد شروق الشمس اقل من 5 دقايق. جون ابو الصحاب تحت لقى كين بيمدله ايده بيساعد عشان يقومه، وبيقول له ان هو محتاج يوصله لمكان المبارزه وان هو هيساعده في كده، وبيقومه كين وبيطلع معاه السلم وبيساله عن عدد الاشخاص، فبيرد عليه جون بان هم 9، وبيبداوا ساعتها هم الاثنين يعملوا الحاجه اللي بيعرفوها، الا وهم ان هم يموتوا اغلب اللي موجودين بسرعه الا ابو الصحاب. شيدي فضل عايش، بس ساعتها دخل ابو الصحاب بدا ان هو يضرب في جون وكان هيموته، بس المتعاقب كان موجود وضرب شيدي وانقذ جون، ومع ذلك شيدي ما ماتش. في اتنين ما بيموتوش في السلسله دي، شيدي وجون، الاثنين ما بيموتوش. المهم نزل بعد كده كين عشان يخلص عليه، بس شيدي كان اشد منه وحاول ان هو يخنقه، ساعد ساعتها جون كين وقدر ان هو يضرب شيدي ويهرب منه. وهنا ابو الصحاب نزل المتعقب وقبر الكلب بتاعه ان هو بقى يشوف شغله مع شيدي. وصل ابو الصحاب بعد كده جون وكين للمكان في الميعاد المناسب وقبل شروق الشمس، وقفوا بعد كده هما الاثنين وجهزوا اسلحتهم وضربوا اول طلقه من على بعد 30 خطوه، بس الاثنين فضلوا عايشين واتصابوا اصابه خفيفه. بعد كده طلب منهم هربنجر ان هم يقربوا 10 خطوات تانيين، واستعدوا بعد كده هما الاثنين وضربوا الضربه الثانيه، والمره دي اتاثروا هما الاثنين بالاصابه، بس برضه فضلوا عايشين. فطلب ساعتها هربنجر ان هم يقربوا تاني وبقوا على بعد 10 خطوات، وهنا كين ضرب النار، بس جون ما لحقش ان هو يضرب واتاثر جون باصابته، ونوستن ساعتها اتخض من اللي شافه وافتكر ان دي نهايته، وفي الناحيه الثانيه حب المركز ان هو ياخد اللقطه ويضرب جون باخر رصاصه ويموته، فراح واخد المسدس من كين وقرب من جون، بس لقى ساعتها وينستون بيضحك وقال ان هو غبي ومتسرع لان جون لسه ما ضربش الضربه الثالثه، وبسرعه جون كان ضرب المركز وقعه ميت. واعلن ساعتها هربنجر فوز جون واعفائه من كل التهم اللي عليه، واعلن ساعتها حريه كين وبنته، وان المجلس هيتكفل بمصاريف تصليح فندق الكونتيننتال. وراح بعد كده كين عشان يشكر جون، واللي لولا وجوده ما كانش هيوصل لحريته هو وبنته. بعد كده بيقوم جون وبينزل على السلم، بس بيلاقي نفسه خلاص مش قادر اصلا ان هو ينزل، وبيقع وبيفتكر لحظاته مع مراته هيلين، وبينادي جون على وينستون وبيطلب منه ان هو يرجعه للديار. بعد كده بيتغير المشهد مع بوري وينستون وهم واقفين قدام قبر جون ويك، ومكتوب على القبر بتاعه جون الزوج المحب، وكان مدفون جون جنب مراته هيلين. وبكده بتخلص اسطوره البابا ياجا او جون ويك. وبس كده ابو الصحاب، بحب اقول لك ان توته توته خلصت الحدوته، وخلصت معاها حياه عمنا جون ويك. ما تنساش بس سبسكرايب لايك كومنت شير، وتعمل فولو على انستجرام، وتعمل فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منتج الفيديو ده، وتعمل فولو لاحمد اسامه عشان هو اللي كتب السكريبت ده، وتخش على جميل ميمز ميم امي على الفيسبوك، وتعمل ابو الصحاب سبسكرايب لبقيه القنوات بتاعتنا الجامده فشخله. عندك حدوته مصريه، حدوته انمي، عندك حدوته جامده، عندك حدوته جيمنج، عندك قناه كمان حسن فهد اللي هي القناه الخاصه بيا. وبس كده يا عم الحاج، اشوفك ان شاء الله في فيديو قادم. سلام عليكم.